أستاذنا حسين بازرع، وأنت في هذه الغربة الطويلة، نعم. متى تعيش الفرح ومتى تعيش الحزن والأحزان؟ الغربة ذات ما أحزان، في هذه الغربة، الغربة كلها أحزان. وبعدين الحزن ده زي ما أنت متى قلت لي قيمة. وأنا أقول لك يعني ما في حياة بدون حزن، لا 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 تكون حياة. يعني أنا أعتبر الحزن فيه عمق أكثر من الفرح، يعني يعطيك خصوصا للمبدع أكثر شجنا وأكثر جنونا وأكثر فنونا وفتونا الحزن، لكن الفرح لحظة كده وتمضي يعني كالشهاب، لكن الحزن يبقى وانت ومخزون، يعني يبقى لك مخزون، يعني سوريا تاخذ منه وقت ما تشاء. الغربه احزان اثنين ثلاثه، ونحن سعداء بهذه الاحزان، لكن نسال الله يوما ما ان الواحد يرجع. ما برضه حتى لو رحنا السودان ما برضه من الحزن، نحن الان الحزن يسكنني يا اخ عمر، الحزن يسكنني لا يفارقني اطلاقا. يعني قد لا تكون احزاني انا الخاصه، لقد قد تكون احزان الاخرين.